السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله حالتكم النفسيه والروحيه في تحسن، يكون ديما الامل في القلوب ديالكم وابتسامه اكيد على المحيط ديالكم، وتكونوا ان شاء الله متشبتين بالعلاج ومتاكدين ان الفرج قريب والفرج على الابواب باذن الله. على كل كما وعدتكم كل مره كنطلع لكم فيديو جديده، فيديو ديال وسواس السلسله ديالنا بيان سور. الوغ يا ربي تشافيكم، يا ربي تشافي جميع امه محمد واللي تشافى، باسكو كتجيب بزاف ديال لي كومونتير ديال الناس الحمد لله تشافوا، ولكن ولاو عندهم ادمان ديال القناه ديالنا. دونك الله على سلامتكم، وبيان سور هاد الرحله ديال الاكتئاب ولا هذه هي رحله اللي اكتشفنا فيها الله سبحانه وتعالى، واكتشفنا فيها النفس ديالنا، واكتشفنا واحد الجانب مظلم من الحياه اللي بالعكس غادي يخلينا ديما متعلقين بالله سبحانه وتعالى، وغادي يخلينا واخا في حالات الشفاء واخا في واحد الحاله ديال الارتياح ديما كنحسوا بالنعم لله سبحانه وتعالى، مخلينا كنعيشوا الله سبحانه وتعالى متنعم علينا بها. الوغ كما عودتكم كل مره نطلع لكم فيديو جديده. اول حاجه شكرا بزاف بزاف لي ميساج اللي وصلوني، الدعوات الله يجازيكم بالخير، الحب ديالكم بيان سور راه ديما كنقول لكم شي حاجه ما كتقدرش بثمن. الام ديالي الفا بوكو ميو، بزاف الناس كيسولوا عليها، الله يجازيكم الخير، شكرا على دعواتكم، شكرا على الحب ديالكم، الحمد لله. كنتسنى منكم بيان سور تزيدوا تدعيو مع باش الله سبحانه وتعالى يقوي هي الفا بوكو ميو، الحمد لله على كل حال. ودايوغ داكشي علاش غبرت في يوتيوب، الحمد لله كنت شويه مهوله مع المرض وهذا، وبيان سور رضات الوالدين قبل كل شيء، وشكرا للتفاهم ديال الناس اللي كنت كندير معاهم لا فورماسيون، جي ريبورتي لي سيونس ولا عطلت لهم لي سيونس ديالهم، الله يجازيكم بالخير على التفاهم ديالكم. والحمد لله ربي كيلاقيني غير مع ناس طيبين، الله يجازيهم بالخير والله يسهل عليهم والله يرزقهم ان شاء الله كاع داكشي اللي في الخاطر ديالهم. الوغ اول حاجه بيان سور قبل ما نبدا، بيان سور لي سيونس راه باقيين خدامين، لا فورماسيون الي توجور ان كور، واخا كانت الوالده شويه عيانه حبست غير نهار واحد، وكنت كنحاول، واخا الوالده كانت عيانه كنت كنحاول نخطف هكا دو سيونس باغ جور، دونك لا فورماسيون الي توجور ان كور. نيزيتي با انو كونتاكتي الا كنتو بيان سور انتريسي بهاد الحصص هادو اللي هما خمسه ديال الحصص، كل حصه ساعه ونص، كتكون هنا بيل فيديو مع الكوتش سناء بيان سور. خمسه ديال الحصص كل حصه ساعه ونص، كيكون فيها لو بروغرام اللي خاصكم تبعوا، كنشخص لكم بيان سور الحاله ديالكم وكنعطيكم لو بروغرام لو بلوز اديكوا مع الحاله النفسيه ديال كل واحد، باسكو كل واحد بيان سور لا سيتواسيون ديالو سا ديفير. ديجا راه الاكتئاب بحد ذاته كيختلف، كاين الاكتئاب المتوسط، كاين الاكتئاب الحاد، كاين الاكتئاب شي شويه، دونك ما يمكنش انت واحد الانسان عنده اكتئاب خفيف غادي تعطيه بروغرام ديال واحد الانسان عنده اكتئاب حاد. يعني هادشي علاش لا فورماسيون الي تري افيكاس، باسكو كتخدم مع كل واحد وديبون على لا سيتواسيون ديالو، كتقدر تعاونو حسب لا سيتواسيون ديالو اولا الموقف ديالو اولا الحاله اللي كيدوز منها. وهادشي اللي كاين بالنسبه للناس اللي كيبقاو يسولوا شنو الموضوع ديال الدوره، الموضوع ديال الدوره راه صديبون على الحاله ديالكم نتوما، عندك اختي الانيه نخدم معاك على اختي الانيه، العلاج السلوكي، العلاج المعرفي، العلاج الديني كنشرح لك كوم يلفو، عندك وسواس قهري كنخدم معاك على وسواس القهري، العلاج ديالو الديني السلوكي المعرفي، البروغرام اللي خاصك تبعو تنشرحو لك مزيان مزيان، وكنعلمك كيفاش دير التجاهل، فن التجاهل كيفاش دير لا ثيرابي اولا العلاج بالتجاهل اولا العلاج السلوكي، هذا لانه سلوكي تيكون حتى السلوك ديالك، خاصك تعلم كيفاش تتعامل مع الوسواس القهري. بيان سور عاوتاني اللي كانت عندك حالات اكتئاب كتحس بالاعياء كتحس بلا فاتيك، تنخدم معاك تو ديبون على سيتواسيون ديالك ديال داك الاعياء وداك الاحباط وداك حب الحياه اللي مشى وديك الرغبه ديال الحياه اللي ما بقاتش، كنبدا معاك واحد لو بروغرام واحد لي سيونس ان شاء الله اللي كيعاونوك de plus en plus à reprendre ta vie à deux bras bi'idni llah, à deux mains bi'idni llah. Alors voilà, bien sûr les intéressés n'hésitez pas à nous contacter, quel est le régime alimentaire, qu'on cherche le mal, mais ce qui gît, les qui gît, nous subissons des dialogues et le programme les choses que dire. Bien sûr, ni que tu aies mal, une seule, une, trois, quatre, cinq, six, ou le juste six, ou le huit, six. Ça reste bien que la situation, c'est comment je dirais, يعني le حالة ديال ومنش جا وشوك émotionnel وش كانت واحد الفقصة وش هادشي مبني على عين وش على حسد، يعني tout dépend la situation de chacun de vous. J'ai un traumatisme d'enfance, يعني عقدة من الصغر، انا راه كنخدم مع plusieurs personnes différemment، راه كاين اللي ما تنهضرش معاه كاع على لو بروغرام سبيريتويل دي فوا، علاش؟ انا تلقاو عنده ان تروماتيزم خصو يتصارح معاه. وجينيرالمون الناس اللي عندهم وسواس قهري، اكتئاب، اختلال الانيه، عاوتاني كنتفوكاليزاو اولا كنتكونسونطراو سوغ لو بروغرام سبيريتويل بلوس لو ريجيم اليمونتيغ بلوس لا ثيرابي السلوكيه، يعني كتعلمو كيفاش هو يتعامل مع الحاله ديالو. دونك بوغ ما لا فورماسيون الي تري تري افيكاس بالنسبه للناس اللي انتريسي، ديروا صلاه الاستخاره اللي يسرها لكم ربي فيها خير، والحمد لله ما كاينش شي واحد ما صلى صلاه الاستخاره وما تيسرتش ليه. اي واحد سبحان الله تيقول اختي انا صليت صلاه الاستخاره وحسيت بان هاد لا فورماسيون غادي تعاوني وبداها، الحمد لله هادشي فضل سيدي ربي اللي الحمد لله عطاني هاد القبول وعطاني هاد النعمه وعطاني هاد لو دون ديال انني تنقدر نعاون الناس واخا غير بالهضره. والله العظيم الا دي فوا كنخدم مع ناس ما شاء الله والحمد لله على هاد النعمه هادي، اللهم اديمها نعمه محفوظه من الزوال، تيقولوا لي بان غير لو فات دو تو بارلي كنحسوا براسنا بحال الا درنا ان بروغرام ولا بحال الا ارتاحينا، كيقولوا
يقولوا لي الهضره ديالك بحال البلسم، يعني راه دي فوا الا لقيتي غير واحد الانسان تهضر معاه وتشرح لك لا سيتواسيون ديالك وتعاونك انكور بلوس راه كترتاح كترتاح كترتاح. الوغ لان بيان سور معرفه المرض نصف العلاج، وفاش ما كنكونوش فاهمين المرض ديالنا راه تنكونوا ديبوصولي، تنكونوا مرونين. يعني الانسان راه غير الا فهم الحاله ديالو فهم المرض ديالو راه نقدروا نقولوا بانه دار 30% ديال لو بروغرام ديالو، ماشي بحال واحد الانسان باقي تعلف باقي بين الطبا باقي تيقلب على لو بروغرام باقي تيقلب على شنو غادي يدير باذن الله باش يبرى. الوغ فوالا دونك هاد لا فيديو هادي ما غاديش نجاوب على الاسئله باسكو بغيت تكون اون فيديو هكا قصيصره حيت غبرت في يوتيوب. ان شاء الله هاد لا فيديو غادي نعطيكم رساله بيان سور كيما ديما حكمه اليوم، وان شاء الله لا بروشين فيديو غادي تكون اون ريبونس على لي كيسيون ديالكم. دونك نيزيتي با انكم تكتبوا لي كيسيون ديالكم وخليو لي لي جيم بوغ مي موتيفي اونكور بلوس. راه ما تنتخلصش على لي جيم على لي كومونتير، راه غير سي اون سورت دو موتيفاسيون باش نقدروا كيما كنقولوا كل نهار نفيقوا ونسرقوا واحد شويه من الوقت ديال الخدمه ديالنا من الوقت ديال الحياه ديالنا باش ان شاء الله نموتيفيكم ونعاونكم باذن الله. الوغ رساله ديال اليوم شنو كتقول؟ الوغ رساله اليوم، الوغ الحكمه ديال اليوم كتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هاد الآية القرآنية كنسمعوها بزاف وكتكرر بزاف، وهاد الآية القرآنية كتعطي واحد الاطمئنان بانك انت قادر على ديك لا سيتواسيون اللي كدوز منها. دونك هذا كلام الله سبحانه وتعالى ماشي كلام ديال سناء، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى عارف ومتاكد ومتيقن بانه هذيك لا سيتواسيون اللي حطك فيها اولا داك الموقف اللي حطك فيه انت قادر سيغمونتيه وقادر بيان سور تصبر عليه. الوغ هاد الرساله هادي كتعطينا واحد نوعا ما واحد الارتياح، واخا كتكونوا كتعيشوا ديك المعاناه والبكا ولا فاتيك وما عارفينش مالكم وكتحسوا بالحقره وبانكم فوزيت با كاباب دو جيغي لا سيتواسيون. فاش كتقراو هاد الايه كتعرفوا بان الله سبحانه وتعالى مادام حطكم في داك الموقف سواء كنتو كتعانيو من اختلال الانيه ولا وسواس قهري ولا نوبات الهلع بزاف ولا عندكم وساوس انتحاريه ولا افكار انتحاريه، فخصكم تكونوا متاكدين بان الله سبحانه وتعالى كيحس بكم وعارف بانكم قادرين تسيغمونتيو هذيك لا سيتواسيون وقادرين توقفوا على جيلاتكم وقادرين ديباسيو هذه الحاله اللي كدوزو. شنو التفسير ديال هذه الايه القرانيه؟ الله لا يضع ثمارا على غصن لا يستطيع حملها. الله سبحانه وتعالى ما يوضعش واحد الثمار على واحد الغصن اللي ما عندوش القدره يحمل هذاك الثمار، لان الله سبحانه وتعالى هو كاشف الغيب، هو يعرف الغيب وكيعرف قوة التحمل ديال كل عبد من العباد ديالو. قد ما كانت قوة ديال التحمل ديال الكبيرة قد ما كيكون الابتلاء أكبر وقد ما كيكون الجزاء أكبر، ما نساوش هاد القضية، لأن قد ما كان الابتلاء أعظم قد ما كانت حتى الجزاء والأجر ديالو كان أعظم، وكان الخير ديالو غادي يبان لكم إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله. كل مسؤولية ألقاها الله على عاتقك أنت لها، كل مسؤولية حطك الله سبحانه وتعالى فيها عرف بأنك توي كابابل دو لا جيغي وراك قادر تسيغمونتيها وقادر دوزها. هادي كتعطي واحد الارتياح واحد الاطمئنان بما ان هذه الحاله النفسيه اللي كتعيشوا الله سبحانه وتعالى تيحس بكم، عارفكم شنو فوزيت اون تران دو غاليري، عارفكم شنو كتعانيوا ومتاكدين متاكد الله سبحانه وتعالى بانكم قادرين تحملوا هذيك المسؤوليه، لانه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعرف القوه ديال التحمل ديال كل عبد من العباده ديالو. كل معركه القاك في غمارها انت لها، كل معركه الله سبحانه وتعالى حطك فيها ديالك هذيك المعركه وباذن الله غادي تقدر تفوز، لان الله سبحانه وتعالى تيحبنا اكثر من اي حاجه فوق هذه الكره الارضيه. شوفوا الام كيفاش كتبغي الابن ديالها، شوفوا الطفل كيفاش كيبغي الام ديالو، ولكن الله سبحانه وتعالى كتجمعنا به رحمات اكبر من رحمه الام بالرضيع ديالها وبالجنين ديالها. حتى الوالدين دي فوا كيحطونا في مسؤوليات اكبر منا، تنبكي وتنقولوا علاش كيديروا لنا هكا، لانهم كيعرفوا لان ديك المسؤوليه هي اللي غادي تقويك، هي اللي تعطيك واحد لو كاركتير بلو فور، هي اللي غادي تخليك قادر ان شاء الله تواجه الحياه وقادر تهز مسؤوليات زوينه اللي غتخليك ان شاء الله تكون في المستقبل تري اوتونوم. دونك الله سبحانه وتعالى تيحطنا في مواقف صعبه، اولا امتحان الصبر ديال العبد ديالو، ثانيا تيقويك به، ثالثا تينقيك من الذنوب باش يعطيك ان شاء الله خيرات اللي جايه في الطريق. كل ثغر كلفك حراسته فهذا ثغرك فالزمه، كل ثغر اولا كل حفره الله سبحانه وتعالى عطاك تحرسها حرصها مزيان لانها ديالك وانت قادر تحرصها وقادر تنعم ان شاء الله بالخير ديالها افيك لو طون باذن الله. فهذا ثغرك فالزمه، كل هم وغم وهم اصابك، كل هم وغم وحزن اصابك. عرفتي شنو هي الهم والغم والحزن؟ هي حاله اكتئاب طالعه، هي لا ميلانكولي، هي لا ديبرسيون لا بلوز ايغو، هذا هو المعنى ديالها. انت بحجمه وقادر على حمله، انت بالحجم ديالو وقادر تحمل هذاك الهم وهذاك الحزن وهذاك الهم، وغادي تقدر باذن الله سبحانه وتعالى ديباسيه وتسيغمونتيه.
المصاعب والمصائب تقويك فلا تترك موقعك. الله يجزيكم بالخير. المصاعب والمصائب تقوي الانسان وكتعطي واحد القوه بعدا في الايمان، واحد القوه في الشخصيه، واحد القوه ديال التحمل اللي غادي تخليه يوصل لشي حويجات في المستقبل اللي كبارين. غتلقى بان الناس اللي قدك في العمر ما قادرينش يهزوا الربع ولا الثلث من داكشي اللي هز انت، علاش؟ ان الله سبحانه وتعالى تنعم عليك بواحد النعمه اللي كبيره وقواك الله سبحانه وتعالى. فلا تترك موقعك، بمعنى ما ترجعش اللور وما تنزلش الكتاف ديالك وما تنزلش راسك، فانت الاعلون. كاينه في القران الكريم بان الله سبحانه وتعالى وصف الانسان انه الاعلون وما ينزلش من قيمته، لان ربي عز النفس. واخا المشاكل واخا الابتلاءات واخا المصائب ما خصكش تنزل من راسك، وما خصكش تقول بان الحياه قوى منك. حنا قوى منها، علاش؟ لان حنا خالق الدنيا وخالق الحياه وخالق الكرب وخالق الحزن وخالق المصائب، كيحكم في كل شيء. دونك حنا منا ليه اكيد، لان نفخت فيه من روحي. دونك حنا فينا روح الله سبحانه وتعالى، فنحن الاقوى ونحن الزائد. حنا ما كنزولوش، لان بيان سو غادي نموتوا باش نحيو حياه اخرى. دونك الانسان لا يزول بحال الله سبحانه وتعالى، علاش؟ لان حنا من الروح ديالو، حنا عباد ديال الله سبحانه وتعالى. الوغ هاد الهضره هادي كتعطينا واحد الشعور بالارتياح، علاش؟ لان حنا مادام مرتبطين بالخالق الا غادي نكونوا مرتاحين. فالله سبحانه وتعالى فاش بغى يخلق الحوت خاطب البحر، لان البحر هو اللي مكلف بالحوت، فخاطب البحر. الله سبحانه وتعالى فاش بغى يخلق الشجار والنباتات خاطب الارض، لان الارض اللي الاصل ديالها هي الارض، والاصل الحوت هو الماء. فالحوت فاش كنخرجوه من الماء كيموت. لا بلونط او النبته فاش كتقطعها من الجذع ديالها ولا من الاصل ديالها ديال الارض كتموت. والانسان فاش كتقطعو بالخالق ديالو او لا كتقطع وصلته بالخالق كيموت، كتموت الروح ديالو. ماشي بالضروره كنموتو جسديا وكنمشيو للقبر، مي كتموت النفسيه ديالنا، كتموت الروح ديالنا، وكندخلوا دون اون ديبريسيون اولا كندخلوا في اكتئاب. دونك هذه هي الرساله ديال اليوم، الحكمه ديال اليوم. ارتبطوا بالله سبحانه وتعالى ورجعوا للاصل ديالكم باش ان شاء الله تكونوا مزيانين. وكنعطيكم باذن الله موعد فيديو مقبل. مع السلامه.